قلنا المسلز at the gluteal region we have the glutei muscle which are three number which are the gluteus maximus and the gluteus medius and minimus. ويا شنو عندنا بعد؟ ويا gluteal muscle. اكو شي بعد؟ نيجي وراها الشورت، نيجي وراها الشورت روتيترز. شوفوا هنا، هنا تشوفون هذا البريفورمس، هذه البريفورمس، بريفورمس مسل. As we said in the our lecture and in the other sessions, practical sessions, we said that the sciatic nerve or sciatic nerve is passed anterior to the piriformis fossa. واحد من الطلاب سألوني على هالشيء، قلت لهم يابا هي صحيح اثنيناتهم بيطلعون من ال origin of the piriformis also from the greater sciatic notch. فشنو هو؟ ال sciatic nerve exits the pelvis to the gluteal region anterior to the piriformis. شوف هسه بدنا نشوف احنا بدنا نباوع من ال posterior toward the anterior. فشالين ال gluteus maximus اول layer first layer and then we see the piriformis muscle then anterior to it the sciatic nerve or sciatic nerve. اوكي؟ انما بهالجثه بالبيوتر ريجن ايش عندنا بعد؟ هذا البيوتر ماكسيموس، هذا كله كل اللي تشوفه بيوتر ماكسيموس which is the muscle that gives the buttock its shape. اوكي؟ And we call it شنو؟ stand up muscle. مو stand up muscle. واضح ولا لا؟ الشرح واضح والصوره دي صوتكم شباب؟ طلاب؟ نعم دكتور. كلش ممتاز. فال شو اسمه هاي البيريفورمس، بيريفورمس مسل. شوفوا البيريفورمس as we said is the key muscle of the gluteal region, the key muscle of the gluteal region. Above and below it some structures exits the شنو the pelvis to the gluteal region which are superior and inferior gluteal شنو شلون؟ نير وارتري سوبيريور اند انفيريور جلوتا نير ارتري اند فين صح ولا لا؟ هذا الارتريز سوبيريور انفيريور اند سوبيريور جلوتا ارتري اند ذيس وانز ار ذا انفيريور جلوتا نير اند اباف ذا سوبيريور جلوتا نير. اوكي برانكس عليها. اوكي واضح يمكن شباب مو؟ وهذا الشياتيك نيرف وهذه شوفوا نازله جوا بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. هذه بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي تشوفوها، هذه بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. ينطينا برانش وين؟ برانش سبلايز ذا سكين ات ذا لور ميديال كوادرنت اوف ذا جلوتيال ريجن. واضح شباب؟ واضح. هذا بالنسبه للهجفه بال gluteal region. نيجي to the other case. gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. okay minimus, medius and gluteus maximus muscle. ده شوفوها مو gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. superior gluteal artery, inferior gluteal artery هنا قاسيها الطلاب ما شاء الله. وهذه الانفيريال جلوتيال نير والسوبيريال جلوتيال نير اللي هو بيريفورمس، واحدة اكزيتس اباف ذا بيريفورمس، ذا اذر وان بيلو ذا بيريفورمس. اوكي؟ This is the sciatic nerve. As you see, the piriformis muscle, the sciatic nerve enters the gluteal region anterior to the piriformis. اوكي؟ هذه كلها greater sciatic foramen. This one is lesser sciatic foramen. عفوا هذه lesser sciatic foramen منها. زين؟ الاذر مسلز الموجوده اللي هو شورت روتيتر مسلز، شورت اكسترنال روتيترز اللي هم شنو هذه؟ السوبيريا جيميلاي، الانفيريا جيميلاي، بتوين ذيم شنو؟ ايش عندنا؟ اوبتريتر انترنس. هذا كوادريتس فيموريس، كوادريتس فيموريس. اوكي؟ شوفوا شباب هذه تشوفون نيرفز برانش من النيرفز supplies the شنو؟ obturator internus. هذا obturator foramen، شوف الانترنس منين تجي. شوف ده تشوفون؟ هذا obturator foramen anteriorly لو تجوله. الobturator externus شويه صعبه نشوفها هنا. يعني المفروض هذا هو الobturator externus منها.
ليش؟ because its origin is from the anterior surface of the obturator membrane. okay واضح؟ هذه quadratus femoris تشوفوها quadratus femoris superior gemelli, inferior gemelli or gemelli كيفكم؟ زين؟ وهذه obturator internus. obturator internus شوف اللي يجي من obturator membrane from inside. okay from internal surface. واضح؟ هذه شوفوا بال شو اسمه مالتكم من بالمحاضره مالتكم بالسلايدات هذه هم شنو البوستيكتينس نيرف اوف ذا ثاي وهذه الشيات نيرف شوفوا حتى بالجثث الشيات نيرف as we said they are two cables of nerves within single cover شوفوا هنا لو تشوفوها واحده منهم شنو هذه تروح لللاترال كمان بيرونيال نيرف وهذه ال شنو التيبيال اوكي بس هذني نورمالي هذا لانه الكدارة was prepared by special solutions and the cover of the nerve is didn't present in this كدارس common peroneal nerve and tibial nerve اوكي واضح هنا بدنا نشوف البرانش من البوستيرير كوتينيس نيرف اللي جاي سبلايز تو ذا بيوتير ريجن هذه قلنا اللي هو هايبوغاستريك والتي 12 قلنا يعطونا برانش تو ذا ابر كوادرنتس اوكي شوف هنا من نقول لكم اكو فاريشنز بالنيرفز شوف هنا الشيات نيرف متقسمه قسمين اوكي هذا البريفورمز والشيات نيرف متقسمه قسمين بتوين the materials of the piriformis muscle okay يعني material of the piriformis muscle enter or interposition between the two parts of the sciatic nerve هذه inferior gluteal artery وفوق superior gluteal artery هذا superior gemelli inferior gemelli عفوا inferior gemelli and obturator internus هذا quadratus femoris تشوفوها quadratus femoris okay quadratus femoris شفتوها هسه وعندنا هذه البيدندال نيرف هذا البيدندال نيرف بتروح وين قلنا البيدندال نيرف بالبيرينيوم تو ذا ليسر سياتيك فورام واضح وهذا طبعا جلوتياس ماكسيموس اوكي نجي شوفوا هنا كلش واضح هنا كلش واضح شو اسمه هذا جلوتياس المينيموس هذا الماكسيم الميدياس مقصوصه كات هذا البيرفورمس مسل which is the key muscle of the gluteal region هذا superior gluteal artery جوا gluteal inferior gluteal artery هذا inferior gluteal nerve شيات nerve اوكي شوفوا هنا هذا internal شنو obturator internus muscle تشوفون enters the lesser sciatic foramen اوكي enters من ضمن structures that enters the شنو؟ ذا لسر سياتيك فورامن هنا عندكم البيدنتال نيرف وعندكم النيرف تو ذا اوبتريتر انترنس اوكي واحد قال نشوفه هذه شنو؟ كوادريتس فيمورس كوادريتس فيمورس السياتيك نيرف هم نفس الشيء شوف السياتيك نيرف هنا صايره قطعه واحده تيجي على الابر انجل اوف ذا بوبيتال فوسا اخذتوها البارحه اند برانشنج يصير بها شنو؟ تصير تو ذا هاي شنو؟ هذه كمان بيرينال نيرف And the other one, the tibial nerve. Okay, I come on perineal, high tibial nerve. واضح؟ High tibial, I come on perineal. أعتقد الجلوتياس شوفوا هذا الجلوتياس ميدياس قلنا fan shape يعني مثل الجناح مال المروحة مروحة مو مستقفية ها العمودية. تشوفوها هذا الجلوتياس شنو ميدياس. هذا الجلوتياس ميدياس واضح؟ انفيريور جيمينس هذه اوبتريتر انترنس شوف هنا عن نفس الشيء كوادريتس فيمورس واضحه بعد ايش عندنا؟ نقدر نشوف لكم اياه هاي بالنسبه للجلوتير ريجن تقريبا وهذا اوبتريتر اكسترنس اذا تشوفوها هذا الاوبتريتر اكسترنس اذا تشوفوها الثاي ريجن شويه طبعا بها تفاصيل هوايه مو قليله هوايه تفاصيل
الثاي maybe شنو divided into three compartments اللي هو شنو قلنا the anterior compartment the posterior compartment and the medial compartment as يعني by the function by the naming of the function of each group of muscles that present in each compartment the anterior compartment we can call it the extensor compartment which extends the knee joint and the posterior one hamstring group or flexion or flexor compartment and the medial group which are the adductor compartment or medial compartment نفس الحاجة okay التفاصيل أكثر شيء details is present in the anterior compartment due to the presence of many superficial markings and triangles and شنو بعد شكو بعد شكو بعد والsheaths الفيمورال sheath والرابر okay the anterior compartment as we said we have in the anterior compartment the femoral triangle هنا شويه مو واضحه due to the presence of the scrotum which is the test عفوا زين شايلي هاي التراينجل التراينجل بالضبط هذه التراينجل ميديالي the adductor longus laterally the sartorius above or superiorly the inguinal ligament هذا الانجوينال ليجمنت هنا شوف انجوينال ليجمنت شايليها يعني بالضبط انجوينال ليجمنت is extends from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle بالضبط هذا الانجوينال ليجمنت عندكم شو اسمه الادكتور لونجس عندكم السارتوريوس عندكم الانجوينال ليجمنت هذه الترينجل is called شنو فيمورال ترينجل هاي الفيمورال ترينجل boundaries of the femoral triangle as we said above or superiorly we have the inguinal ligament and laterally the sartorius and medially the you know the adductor longus the floor of the triangle is the adductor longus also okay وعندكم منه pectineus وعندكم iliopsoas وعندكم adductor brevis okay the roof of the triangle is the skin and superficial deep fascia okay the content of the triangle شكو بالتريانجل ايش عندنا عندكم الفيمورال ارتري والفيمورال فين الفين طبعا هنا شايليها والفيمورال نير هنا شوف الليمفاتكس تيجي اول شيء بعدين الارتري شو اسمه فين بعدين الارتري بعدين النير The nerve is out of the femoral sheath. And the femoral sheath, the sheath which contains the lymphatics, the femoral artery and vein. Okay, يعني lymphatic, vein, artery. The femoral nerve is out of the femoral sheath. يعني it is not one of the content of the femoral sheath. Okay, واضح؟ يعني هسا راح نشوف لكم المسلز الموجودة بال anterior compartment بعدين على الأدر كذا we can see the structures more detailed هذا أذكر ال sartorius from the anterior superior iliac spine to the medial aspect of the شنو upper tibia أذكر منه tensor fascia latae طبعا بالمناسبة tensor fascia latae قلنا هذا الادكتر عفوا ال iliotibial tract هو هذا ال iliotibial tract iliotibial tract شوفوا هذا iliotibial tract تبدي من pubic tubercle downward to the patella lateral aspect of the patella and upper tibia okay الgerdi tubercle كوب التيبيا والupper lateral part of the tibia Gerdi's tubercle تقريبا هناك يصير insertion مالته زين هذا iliotibial tract or iliotibial band okay reinforced by شوفوا من ضمن الاكشنز اوف ذا جلوتيوس ماكسيموس حكينا لكم يا قلنا الجلوتيوس ماكسيموس انهانس ان ذا فليكشن اوف ذا شنو ان ذا ستابلايزيشن اوف ذا ني جوينت شلون باي ذا اكشن اون ذا شنو اون ذا iliotibial tract اوكي جلوتيوس ماكسيموس iliotibial tract هنا عندكم التنسر
المصل اسمها هذه شنو؟ تنسر فيشيا لاتر انتيريور تو ذا تيبيكل. زين الاوريجن مالته الانسرشن مالته تو ذا تيبيال تراكت اولسو. واضح؟ الى تيبيال تراكت. زين هذه بالنسبه للتنسر فيشيا لاتر والسارتوريوس تكون الكوادريسبس مصل. كوادريسبس اسمها كوادري، كوادري يعني اربعه. زين فور سبس يعني it have four heads يعني it have four origins. عندكم ال four origins اللي هو كالآتي. أول شيء عندكم rectus femoris، هذا rectus femoris. عندكم vastus lateralis وعندكم vastus medialis وعندكم vastus intermedius. جو شوية يعني هنا شوية مدري vastus intermedius. هذه سارتوريوس، سارتوريوس هذه منو؟ هذا من الادكتور جروب جراسيلس. هاي الثاني حتى لا تخربطون عليه. زين تنسر فيشيلاتا فاستوس لاترالس ريكتس فيمورس اند فاستوس ميديالس وفاستوس انترميديس بالوسط شوي موردي. اوكي بس راح نشوف الفاستوس ميديالس بالجهات الاخرى. واضح؟ شوفوا الفيمورال نيرف عندكم اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. هذا اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي كاتب لكم اياه جاست ميديال تو ذا منو؟ تو ذا انتيريور سوبريا اليك سباين بيلو ذا انجوانال نيرف. هو هذا اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. وراها من يجي انترميديت كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي اند ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي اللي هم برانش من الفيمورال. بس اللاترال واحد، ذولاك الاثنين من منو؟ من الفيمورال ارت، فيمورال نيرف عفوا. واضح؟ هذه لاترال كتينس نيرف اوف ذا ثاي، هذه انترميديت كتينس نيرف اوف ذا ثاي، وهذه ميديال كتينس نيرف اوف ذا ثاي، اللي هم برانش من الفيمورال. فقط هذه الاوريجن مالتها منين؟ من اللمبوساتر فليكسس، فروم اوف. شوف هي تيجي ميديال تو ذا، هنا هم نفس الشيء. هذا لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. لا تشوفوا هذا انتيريور سوبريا اليك سباين، انتيريور سوبريا اليك سباين، وهذا لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. هذا من انترميديت للميديال من الفيمورال. واضح لحد هنا الانتيريور كومبارتمنت؟ هذا لاترال كوتينيوس نيرف ايش قد واضح؟ لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي كلش واضحه. هذا انتيريور سوبريا اليك سباين جاست ميديال تو ات. هاي لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي هذا كلها. هذه منو؟ تنسر فيشيا لاتر. This one iliotibial tract or band. واضح؟ vastus lateralis, vastus medialis, intermedius and rectus femoris. هاي السارتوريوس طبعا مقصوصة، هذا rectus femoris. rectus femoris وين الأوريجين مالته؟ من الانفيريا سوبيريا اليك سباين. يعني عفوا انفيريال انتيريال انفيريال اليك سباين. اوكي هذا الفيمورال نيرف، الفيمورال ارتري. احنا لازم البين هم وياهم. زين عفوا اي هذه الدكتورات ما ادري اطخ بها هسه حتى البكتينيوس. هذه بكتينيوس، بكتينيوس الاوبتريتر اكسترنس هنا شويه هم واضحه. اوكي هذا الفيمورال ارتري، هذا البروفندا فيمورس اللي تشوفون والبرانش مالته اللي هو انتيريا سيلف سيركمفلكس بوستيريا سيركمفلكس والبرفوريتنج برانش. تشوفون مثل الصوره مال المحاضره. هذه الكونتينويشن اوف ذا فيمورال ارتري. شوف الفيمورال ارتري منين تجي؟ تجي من الاورتا بعدين يصير الابدومينال اورتا اسندنج ارك ديسندنج ثوراسيك ابدومينال بعدين يجي بارفوريتيشن كمان كمان كاروتيد عفوا كمان كمان إليك عفوا كمان إليك رايت وليفت كمان إليك بعدين رايت وليفت كمان إليك ينطينا انترنال واكسترنال شو اسمه إليك. الاكسترنال إليك تيجي لأن تعبر انجوانال ليجامنت بس تعبرها يتحول إلى فيمورال ارتري. ومن يطب للثاي راح ينطينا بروفندا فيمورس اند شنو الفيمورال ارتري الكونتينويشن مالتها تيجي بالفيمورال تراينجل. ورا التراينجل ايش عندنا؟ الدكتر كانال. الدكتر كانال هو هذا السبيس فقط.
هذا السبيس هو الدكتور كان منا لهنا. هذا التيب اوف ذا فيمورال ترينجل. اوكي من الادكتور كان بس تفوت بوست تو ذا سارتوريس. هذا السارتوريس الشايلي هنا السارتوريس بالضبط هيجي تجي. خلينا نشوف لكم السارتوريس وين هاي السارتوريس. شوفوا بوست تو ذا سارتوريس هنا شويه ما واضحه لكم زين. زين هذا السارتوريس المفروض هيجي. الادكتور كان المفروض المفروض هنا هاي هنا لان السارتوريس هنا شويه شايلي زين. وشوفوا منا قبل الدكتور شنو هياتس الفيمورال ارتري فروم انتيرير كومبارتمنت باسس تو ذا بوستيرير كومبارتمنت. هذا الادكتور كانال هذا نهايته هو الادكتور شنو هياتس. اوكي هذا الادكتور ماجنس جوا. اوكي هذا الادكتور هياتس تشوفوها femoral artery exits or enters to the popliteal fossa through the adductor hiatus from the adductor canal to the popliteal fossa through the adductor hiatus. Adductor hiatus قلنا شنو؟ It is an opening between the hamstring part of the adductor magnus. شوف هنا راح يصير ان شاء الله راح نشوفه اوضح. هذا الجثة راح نشوفه شوي اوضح ان شاء الله. ممكن نشوف هاي تو هيتس احد يشوف ان شاء الله كلش واضحه بصراحه. خلينا نشوف الاخيره. مال البوبيتال فين شوفوا اكزيت مال البوبيتال البوبيتال فوسط واحد تور ذا ثاي ثرو ذا دكتور كمان. ومن هنا تشوفون هذه البوبيتال ارتري الفيمورال ارتري وين انترست وذا بوبيتال فوسا اتس نيم ويل تشينج انتو ذا بوبيتال ارتري. هذا هيتس تشوفون هيتس شد واضح هنا الدكتور هيتس شد واضح. هذا البارت فروم ذا دكتور ماجنس از كولد هامسترينج بارت. هذا البارت از ذا هامسترينج بارت اوف ذا الدكتور ماجنس تشوفين هذا هذا البارت هو الدكتور الهامسترينج بارت هو الدكتور ماجنس. البقيه هو الدكتور بارت هو نفسه. اوكي هذه مثل ما سالتوني المحاضره ما لها علاقه بالهامسترينج ماسلز. اوكي بس شيء واحد الريليشن مالت اللي هي الهامسترينج ماسل هو نفس النيرف سبلاي. يعني الهامسترينج بارت اوف ذا دكتور ماجنس is supplied by شنو برانش من سياتيك نيرف او سياتيك نيرف. هاي شفناها السيد نيجي على هالجثة سارتوريوس. سارتوريوس واضحة. هذا منو البكتينيوس. اوكي تنسر فيشيلاتا سارتوريوس ريكتس فيموريس ايه باسوس لاترالس باسوس ميديالس لاترال بتينس نيف اوف ذا ثاي انترميديت بتينس نيف اوف ذا ثاي اند ميديال بتينس نيف اوف ذا ثاي. الانترميديت والميديال برانش من الفيمورال. اللاترال لا هي برانش من الفيمورال فليكسس. واضح؟ هذا الادكتر لونجوس تشوفوها. هذه شنو هذه؟ من البكتينيوس من البكتينيوس لاين اوف ذا هيتريمس. ريكتس فيمورس بوحدها ريكتس فيمورس الدكتور دونجاس والماغنس جوا فيمورال ارتري فيمورال نيرف والفين هنا تشوفون عفوا اي الفين هنا زين لمفاتيك فين قلنا لافان لمفاتيك فين ارتري نيرف الفين قاصي تعال صوروا منه من فوق زين. شوف هنا هذا ابدومنال اورتا abdominal aorta يصير بالفيكيشن left and right common iliac arteries. ال common iliac artery بعدين يصير بالفيكيشن external iliac وهذا internal iliac. اوكي كلش واضحه هنا زين. وتروح وين؟ ال external iliac تروح بس تعبر الانجوانال ليجامنت. بس تعبر الانجوانال ليجامنت راح يصير femoral artery. ال femoral artery تجي
اول ما تيجي تنطي لنا البروفايل ده في مورس وش هاف انتيان بوسير سيرتن فليكس ارتيز اند بور 4 اور 5 بيرفوريتنج ارتريز، وهي تروح وين توورد ذا ميدل ادكت كانال تو ذا بوبيتال فوس، هناك مش راح يصير اسمه بوبيتال ارتري. اوكي هذا يورينا لبدر هذا هذه الياكس مصل، هذه سواس مصل، سواس ميجر، هذا سواس ميجر، هذا الياكس، اثنيناتهم راح يجون وين على لسر تركانتر او تركانتر ماينر نسميه زين الانسيرشن مالتهم. اوكي انفيرير تو ذا انجوينر ليجمنت، يعني ذا ستراكشرز ذات باس انفيرير تو ذا انجوينر ليجمنت. ايش عندنا من ضمن الستراكشرز هو اليو سواس مصل. اوكي عندكم اللافان كلها انفيرير تو ذا شنو انجوينر ليجمنت، واضح؟ يمكن واضحة الصورة كلش واضحة. هذا الفيمورال، هذا الفين اللي تشوفوه، هذا الارتري هنا قاصيها ما شاء الله الطلاب عاشتهم عافية عليكم. هاي تنسر فيشيلاته، هذا المقصوص منهم الكات سارتورياس زين، وهذا الكات منهم من هذا الكات ريكتس فيمورال مصل that pass a joint it have an action to that or at that or in that joint. ريكتس فيمورس عبر الهيب جوينت so what so it have an action in the flexion of the hip joint. اوكي هذا ابسط مثال. انا بوستير فيمورال بوستير فيمورس نيبو بالثاي كلش واضحه، البرانش مالته كلش واضح زين. شوف الستراكشرز ذات انترز تو ذا بيرينيوم ثرو لسر سياتيك فورامين، هذا بيدندم نيرف ذا تجي زين بيدندم نيرف، عندكم هاي انترنال بيدندم ارتري هم وياهم، هذه ما حكينا عليه، هذا السافينس الجريت سافينس بين تشوفوها تيجي من الميديا، شوف عاد الامتحانات جايه بيبن بعدها ما شايلينها. اوكي من الميديا اند اوف ذا دورسال فينس ارك اوف ذا فوت انتيريور تو ذا ميديا مالولس، هذا الميديا مالولس انتيريور تو ات، تيجي بعدين هنا شو تصير بوستيريور، شوف هنا بوستيريور تو ذا ني جوينت، بعدين تيجي على الميديا تبقى الى ان تيجي على شنو الانجوينال شنو opening of the شنو of the deep fascia of the thigh and drains into the femoral vein. واضح؟ ومن هنا ايش عندنا؟ المفروض عندنا ما شاء الله مقطعيها عافيه عافيه عليهم. واضح؟ عفوا هذا جريتر سافينس فين، هذا لسر سافينس فين بوستير تو ذا لاترال مالولس، تيجي هنا انترز ذا بوبيتال فين جوينز ذا بوبيتال فين اند ذا اذر وان جوينز ذا شنو اذر وان جوينز ذا جريت سافينس فين. بقى شيء عندكم بالانتيريور كومبارتمنت شباب؟ نيجي على اوف ذا ثاي البوستير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، قلنا شبيها الهامسترينج ماسلز النيرف سبلاي كيوتينس نيرف سبلاي بوستير كيوتينس نيرف اوف ذا ثاي which supplies until the upper part of the leg upper posterior part of the leg. اوكي هاي واحد، اثنين الهامسترينج ماسلز، الهامسترينج ماسلز ايش عندنا؟ عندنا سيمي تندينوسس سيمي مندرينوسس وعندنا ريكتس فيمورس عفوا بايسبس فيمورس عفوا بايسبس فيمورس. اوكي قلنا اذا نريد الشياتيك نيرف، شوفوا هذا الحكي اللي قلت لكم عليه بالكورس اوف ذا شياتيك نيرف، قلنا اذا نريد نشوف الشياتيك نيرف شو نسوي؟ وي
follow the biceps femoris. يعني بس نشيل البايسبس femoris نشوف ايش جاتنا الجوار. اوكي؟ شفتوها هسك؟ بس نشيل البايسبس femoris بتشوفون جوا هذا البايسبس femoris. هذه سيمي ممبرينوسس، سيمي تندنوسس. عفوا سيمي تندنوسس، سيمي ممبرينوسس. الممبرينوسس تصير عادة راح تتفرقوها بالامتحان ما تخربطون بيناتهم. اول شيء مور دي، ثاني شيء مور وايد يعني يصير عريضه بان. اوكي انيدي تشوك يعني شو. اوكي يعني شوف هسه هذا سيمي تندنوسس، شوف التندنس بارت مالته كلش وايد. هاي سيمي ممبرينوسس. السيمي تندنوسس قلت لكم اياه، السيمي تندنوسس هذا التندن اللي تشوفوها تندن مال سيمي تندنوسس والجراسيلس، هذه عاده ناخذها قلت لكم اياها بالرباط الصليبي، تصنيع الرباط الصليبي الامامي او الخلفي. هذا التندن باي سبيشال بروسيجرز وي تيك ات از ا جرافت. هذا مو هذا عفوا شو اسمه جراسيلس، هذا تيك ات از ا جرافت. اوكي واضح؟ البوستير كومبارتمنت ما عندنا ذاك الشيء، هذا الشيء عرفتها 70 مره شرحناها. يبقى لكم الادكتر، الادكتر جروب اوف ذا ثاي، الادكتر جروب اوف ذا ثاي. عندكم الجراسيلس موست سوبرفيشال وان، هذا الجراسيلس. عندكم الادكترز اللي هو الادكتر لونجس والبريفس الجوه زين والماجنس. هاي البكتينياس قلنا لكم اياه، البكتينياس مصر، هذا البكتينياس مصر. اوكي جواها اللي هو هذه اوبتريتر اكسترنس. واضح؟ بالميديال كومبارتمنت حكينا عن الادكتر كانال. الادكتر كانال تقريبا هنا تصير اللي تشوفون هاي الاريا، بس مثل ما قلت لكم فور ذا ريزنز اوف dissection they remove or they dissect now راح يصير الدكتور كمان هذا الاريا من وراها مباشره راح تجي تصير وين؟ تصير بالتب اوف ذا فيمورال تراينجل. يعني الفيمورال تراينجل البيز مالته upward and the tip of the triangle is downward. اوكي start from the tip of the femoral triangle and it is a passage for the channel for the transportation of the great artery and vessels from this area to the through the adductor hiatus into where into the posterior part of the thigh to the popliteal area or popliteal region. شوفوا the popliteal region هاي كلش واضحة. هاي الفيمورال artery بس تطلع منها تصير popliteal artery. هذا part من الفيمورال artery تصير popliteal artery. واضح شباب؟ ان شاء الله استفادتوا من هالحكي هذا كلها. ان شاء الله المختبرات الجايه اذا صار شفنا هاي الوضع زين الانترنت هيك. The second part of our lab is the popliteal region. The popliteal region قلنا the popliteal fossa is شنو هو؟ الشيب مالته شنو؟ دايموند شيب مو؟ دايموند ان شيب. هاي دايموند، هاي لو تشوفوها هيك دايموند ان شيب. اوكي باوندريز اوف ذا بوبليتال فوسا عندكم بايسبس فيموروس سوبيرو لاترالي، سيمي تندينوسس اند ممبرينس سوبيرو ميديالي، ميديال هيد اوف ذا جاستروكنيميوس مسل انفيرو ميديالي، لاترال هيد اوف ذا جاستروكنيميوس مسل وذ ذا بلانتارس مسل انفيرو لاترالي. ذا فلور اوف ذا فوسا از the posterior surface of the lower part of the femur and the popliteus muscle and the ligaments of the knee joint. Okay? High floor. The roof of the popliteal fossa is skin and deep fascia, superficial and deep fascia. The content of the popliteal fossa هو من اسمه popliteal fossa راح يجي popliteal artery popliteal vein popliteal lymph nodes. اوكي وفاتي تيشو هذا من الكونتنت الاساسيات. عندكم منو بعد popliteal fossa؟ عندكم الكامن بيرينيال وينها؟
وينها؟ عندكم التيبيال نيرف والكمان بيرونيال نيرف جوا بكمان بيرونيال. زين عفوا هذا الكمان بيرونيال. اوكي هاي هم من ضمنها. بعد ايش عندكم بها؟ البودي الفوسكو. بعد غير كونتنت ما عندنا غير كونتنت هو البوكيتس مصر بعد بها. اوكي هذا بالنسبه للكونتنت اوف ذا بوبيتال فوسا. شوفوا الان نفس الشيء البوبيتال ارتري برانشات مالتهم هاي سوبيرو ميديال انفيرو ميديال سوبيرو لاترال انفيرو لاترال وميدل جينيكولر. جينيكولر جينيو اور جينيو جي اي ان يو مينز سمثينج ريليتد تو ذا ني جوينت. شلون قلنا كيوبيتاس معناته ايلبو جوينت مو كاربس معناته ريس جوينت مو وقلنا كوكسا كوكسا زي سي او اكس اي معناته هيب جوينت. هسه الجينيو اور جينيو كيفكم شلون تقولوها زين سمثينج ريليتد تو ذا ني جوينت. من اقول جينيو فالغاس معناته فالغاس ديفورميتي ذا ني جوينت. جينيو فارس فارس ديفورميتي. من اقول جينيكولا ارتري يعني ذا ارتريز اور برانش اوف ارتريز ذات سبلايز ذا ني جوينت اور اراوند ذا ني جوينت. اوكي اوكي ما حد يقول اوكي شباب انتوا وياي طلاب والله عافية زين ننزل على الليك الليك قلنا هذا between the knee joint and the ankle joint. اوكي between the knee joint and the ankle joint it have three compartments. قلنا as we said in the leg and as we said in the as we said the deep fascia have شنو septa more fibrous septa that separates that part of the body into شنو into rooms or into compartments غرف. Okay in the leg we have many septa that divides the leg into some books that called or some sources we have they said that it have three compartments. Some of them have four compartments. The three ligurun three compartments in leg were anterior compartment, posterior compartment, and lateral compartment. هي شيء حسبوها. بعضهم بعدين هذول شو يسمون بعدين يقسمون ال deep compartment subdivision يقولون هذا ال posterior compartment عفواً posterior compartment يقسمون إلى قسمين deep and superficial. بعض المصادر قبل يقولون four compartment اللي هو anterior compartment lateral compartment ال deep posterior and superficial posterior compartment. Okay high compartment as we said by شنو by fibrous septa that extends from the deep fascia toward the bones via hamshaku interosseous membrane. As we said in the forearm, in the upper limb, we have interosseous membrane divides the forearm into two main compartments, anterior and posterior compartment. Okay? هنا هم نفس الشيء. بالليك هم نفس الشيء. Interosseous membrane between the tibia and fibula. هسه راح اشوف لكم interosseous membrane هم. Each compartment, as we said, also have its own blood supply, nerve supply, and its muscle groups. عادةً, okay, the muscle group that contained within the same compartment have near the same, you know, action. تقريباً, okay. نيجي على anterior compartment. In the anterior compartment, we have four muscles, which are tibialis anterior muscle, okay, extensor hallucis, extensor digitorum, وجوه شو قلنا؟ Peroneus tertius. جوه Peroneus tertius. Okay, واضح؟ tibialis anterior muscle. Extensor hallucis muscle. هذا extensor hallucis تشوفوه. هذا الجو extensor hallucis muscle.
اكستنسر اروس بالمس هذه وعندكم شنو فليكس اكستنسر ديجتورا وعندكم بيرميس تيرتشوس واضح هذا التندن اوف بيرميس تيرتشوس تشوفونه هاي التندن اوف بيرميس تيرتشوس هذا التندنز اوف اكستنسر ديجتورا وهذا التندن اوف اكستنسر اروس لونجس وهذه التيبيالس انتيرير مسل they are supplied by شنو by anterior tibial artery anterior tibial artery which is eternal branch of popliteal artery popliteal artery شوفوا تتذكرون بالأجزلة كنا نقول when it pass the lower border of teres major يتحول إلى شنو brachial artery مو كنا نقول إيه هسه الحكي هنا وين الحكي هنا lower border of the popliteus muscle popliteus muscle حتى تشوفوه compartment of the leg in that compartment we have two muscle اللي هو perineus longus and perineus brevis هاي perineus longus وين هاي perineus longus والي brevis هذا الجو longus tendon مات تعفيف وهذا perineus brevis تشوفوه واحدة بريفس واحدة لونجس اوكي هاي البيرينيس اللاترال ايش يسمي بيرينيس هاي الريتيناكل موجودة بها البيرينيس الريتيناكل هنا هم موجودة نفس الشيء at first they are within same sheath within one sheath بعدين she said each of the tendons the longest and the brevis have its own شنو synovial sheath بالبداية within one sheath then bifurcation راح يصير each one of them have its own synovial sheath the posterior compartment نجي يتقسم إلى two group اللي هو deep and superficial the superficial group من هما the gastrocnemius جواها soleus gastrocnemius and soleus they have شنو؟ common tendon which is called Achilles tendon or Achilles or Achilles تبكيبكم بعد انت هاي اللهجات الأمريكية مالتكم التلفظات الأمريكية مالتكم عجيبة غريبة زين Achilles tendon اوكي هاي common tendon inserted to the posterior aspect of the posterior superior aspect of the calcaneum اوكي هاي قلنا السوليوس هاي الغاستروكنيميوس الغاستروكنيميوس have two heads اللي هو medial or lateral head they originated from the condyles medial condyle above the medial condyle and lateral condyle of the femur يعني it passes the knee joint so they have an action on the knee joint which is flexion because it was on the flexor surface of the knee joint وراح نيجي مور ديبر اللي هو ديب جروب ها هو البلانتارس مصل عفوا ما حكيته بلانتارس هم يوم بلانتارس مصل طبعا بلانتارس مصل هذه اللي تشوفوها هذه هاي التندن اللي تشوفوها هاي التندن الرفيع كلها مال البلانتارس هذا اللي تشوفوها هذا بلانتارس تندنس بارت از فيري لونج اند ماسكولار بارت از اور بيلي مالته بيلي نسميه الماسكولار بارت مالته از فيري سمول بلانتارس مصل يعني مالتكي بلانتارس مصل الصغير عني فيه اوكي هذا الغاستوكنيميوس with two heads of it هذا السوليوس الاوريجين مالته من السوليوس لاين انسيرشن مالته with the غاستوكنيميوس into the calcaneum اوكي هنا بالانتيريور كومبارتمنت كان عندنا تيبيالس انتيريور هسه عندنا تيبيالس بوستيريور بوستيريور كومبارتمنت هنا كان عندنا اكستنسر هالوسس احنا عندنا فليكسر هالوسس هنا كان عندنا اكستنسر ديجيتورا هنا فليكسر ديجيتورا اوكي تنحفظ بسرعه يعني ما تخربطون بعد واضح؟ واضح يعني قلنا السوبرفيشال جروب جاستوكنيميوس اند سوليس الديف جروب والبلانتارس عفوا الديف جروب عندنا البوبيتياس فوق البوبيتياس هاي بوبيتياس طبعا fibers of popliteus muscle هذه above the soleal line شوف هذا soleal line فوق above the soleal line popliteus muscle هاي من ضمن deep group deep posterior group عندكم قلنا هناك كانت tibialis anterior هنا عندها tibialis posterior
اكستنسر ديجيتورا فليكسر ديجيتورا الاكستنسر هالوسس فليكسر هالوسس لونجس اوكي بابا all of these muscles are supplied by tibial muscle tibial nerve tibial nerve which is branch terminal branch of the sciatic nerve اوكي tibial nerve التيبيال نيرف هو هذا التيبيال نيرف تشوفوها هذا التيبيال نيرف هذا البوستيرير تيبيال ارتري بوستيرير تيبيال ارتري انتنا برانش بيرينال برانش عفوا بيرينال لاترال لاترال سايد زين هذا التيبيال بوستيرير تيبيال ارتري تيجي باك يعني بوستيرلي تو ذا ميديال مانديس وي كان بالبيت ات بوستيرير ميديالي 1 انش بوستيرير ميديالي تو ذا شنو بوستيرير اند داونورد عفوا posterior and downward, we can palpate it posterior and downward to the medial malleolus the posterior tibial artery يعني من أقول لكم examine مو هسه يعني إن شاء الله بالرابع من توصلون رابع خامس أقول لكم examine the posterior tibial artery pulsation of the tibial posterior tibial artery it will be the pulsation midway between the calcaneum and posterior medial malleolus أو تقدر تقول 1 inch below and posterior to the medial malleolus اوكي هاي تبقى النير كلش واضحه بعدين يجون للفوت يتقسمون الى بلانتر نيرف ميديال لاترال بلانتر نيرف وهذا البوستير تيبيال ارتري هم ميديال لاترال بلانتر ارتريز ليش؟ لانه راح يحصلون بالبلانتر سيرفس اوف ذا فوت واضح؟ واضح هذا الموست الموست شنو؟ كلوز تو ذا ميديال ميرلس من هو؟ بوستير تيبيال بوستير مصر بعدين فليكسر هالوسس بعدين فليكسر ديجيتورم والبقيه بقيه مقطع فليكسر ديجيتورم واضح انا هم نفس الشيء شوفوا البوستيرير ارتري هذا الفليكسر ريتناكولر فليكسر ريتناكولر الفليكسر هنا الستراكشرز ذات باس ثرو ذا فليكسر ريتناكولر اور ستراكشر ذات باس posterior to the medial malleolus ترى نفس الشيء. اوكي؟ تقريبا نفس الشيء يعني خلينا نقول لك. عندكم عندكم هنا الصورة النير الصورة اذا برانش مال الصورة نقطعها تقطع زين؟ الصورة الصورة النير هو النيرف الاحتياطي بالجسم. شلون كان عندنا سفينس فين؟ شلون كان عندنا الفيبيلا؟ الصورة النير هو السبير nerve of the body. ناخذ جرافت اي مكان نريد نسوي له شو اسمه نريد نسوي له صار عندنا نيرف انجري ديفكت صار بالنيرف نريد نسوي له نيرف جرافت زين ناخذ من الصوره النيرف اللي هو السنسري نيرف ما عنده موتور بلان سنسري نيرف ناخذ من الصوره جرافت ونسويه على شكل كيبلات نسوي له جرافت للنيرف ان اذر سايد اوكي نرجع مع الشكر هنا هاي يا شباب بس هسه راح ادخل من الحاسبه حتى اخذ فيها هسه راح اطلع فيها منها